إذن مستمعي إذاعة الجزيرة الدولية ومتتبعي برنامج جمعة عكس، ضيف هذا العدد هو أحد مواهب ونجوم كرة القدم الجزائرية خارج الديار، ألا وهو الدولي السابق بالنسبة للمنتخب الأولمبي يوسف بليلي، أحد القطع الأساسية في الترجي الرياضي التونسي من تونس. يوسف بليلي، مرحبا بك على أمواج إذاعة الجزيرة الدولية. الله يسلمك خويا. يوسف بليلي، نتوقف عند مسيرتك مع الترجي الرياضي التونسي في أول عقد احترافي لحد الآن، 6 أشهر، ماذا تقول عن مسيرتك لحد الآن؟ ما نقول المسيرة لحد الآن راهي مليحة، كما نقولوا نجي الترجي تهزز معهم شامبيونة، ونقولوا لعبنا فينال الشامبيونز ليغ، والحمد لله يا ربي المسيرة تاعي بشوية بشوية النيفو تاعي زاد طلع، إن شاء الله نزيد نكمل هكا إن شاء الله باش نروح ليك مليح في الأوروب إن شاء الله. يوسف بليلي، لم تكن لديك الفرص كثيرة جدا مع المدرب السابق للترجي نبيل معلول. ما كنتش عندي فرص مع المدرب نبيل معلول اللي كان يفضلني جوكر كوم جوكر، ونقولوا هذا المدرب اللي جا جديد يحبني بزاف، كما نقولوا ران العمل تاع ثاني مجد جوار مليح، ان شاء الله نزيد نكملوا معه ان شاء الله وندو لي تيتر معه ان شاء الله. إن شاء الله. يوسف بليلي، ماهر الكنزاري في المباراة الأخيرة لفريقك أثنى كثيرا عليك وعلى كذلك القائد عنتر يحيى. كما نقولوا الترينر حكى لي هنا وقال لهم جوار مليح أنا وزميلي عنتر يحيى، نشكر المدرب على الثقة تاعها فيا باش كما نقولوا هذه الثقة نزيد نخدم باش نزيد نخدم ونزيد ندير مجهودات أكثر. مدرب مليح ويعرف ويحب الصغار اللي جان، إن شاء الله نزيدوا نكملوا كيما هاك إن شاء الله باش نروحوا بعيد إن شاء الله. يوسف بليلي، بلا شك تابعت مسيرة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا، تعليقك على خروج المنتخب الوطني من الدور الأول؟ خروج من دور المنتخب الوطني من دور أول، المنتخب الوطني عندهم لي جوار ملاح صار لي جان خاصهم جوار إكسبيريونس، نقولوا لعبوا لي ماتش ملاح، نظن لا شونس ما كانتش معاهم، دار ما كانتش معاهم، إن شاء الله يزيدوا يروحوا بعيد إن شاء الله في كوب أفريقيا كوب ديما إن شاء الله. إن شاء الله. يوسف بليلي، هل أنت في اتصال مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أو مع الطاقم الفني للمنتخب الأول؟ حد الآن مازال ما وصلش مواصل والو، مازال جديد إن شاء الله، راني نخدم إن شاء الله باش نوطرينا باش نوطرينا إن شاء الله ونجي المنتخب الوطني نعاون صحابي. يوسف بليلي، الكثير من لاعبي المنتخبات الأولمبية التي شاركت في دورة لندن 2012 بالنسبة للمنتخبات الإفريقية التي حضرت في الكان كانت حاضرة على غرار برادة اللاعب الدولي المغربي. شفنا برادا، شفنا شحال من لاعبين تاع زامبيا سيني نيجيريا، الدنيا يعطوا لي جوار المنتخب الناخب الوطني يعطي لي جوار لي اولمبي يعطيهم شانس باش يوروا واش عندهم، كيما بالكالام ثاني او شفنا لعب وادى كيما نقولوا لي عليه، ان شاء الله يعطي لا شانس لي سبور ان شاء الله. ان شاء الله. يوسف بليلي، امامك عده فرص هذه المره في دوري الابطال وفي رابطه ابطال افريقيا، هي فرصتك هذه السنه. ضمن ديفيدون احنا خارجين نلعبوا على لي 3 تيتر وكثري على الشامبيونز ليغ، ربي يوفقنا ان شاء الله ونفوزوا بعاد على لي 3 تيتر خاصه الشامبيونز ليغ ان شاء الله. يوسف بليلي، حالتك النفسيه وخاصه بعد انضمام عنتر يحيى لفريق الترجي؟ نظن عنتر يحيى كيما خويا، باسكو من جاي واحد جزائري في ليكيب رانا متفاهمين بيان وكاع، من مدرب يحبنا حنا ليدو، والحمد لله ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله باش نطلعوا العالم الجزائر ان شاء الله في تونس ان شاء الله في الافريق ان شاء الله. طموحات يوسف بليلي تتوقف عند الترجي ام يامل في اللعب لنادي اوروبي، وهل فيه اتصالات؟ طموحاتي باش نروح نادي اوروبي ان شاء الله، نلقى فريق مليح في الأوروب ونزيد نيفو تاعي يطلع ونشرف الجزائر. هل في اتصالات مع نادي أوروبي؟ بخصوص اتصالات عندي بزاف اتصالات، مناجير تاني يجي عندي بزاف، كونترا تاعي مع ترجي كي تكمل إن شاء الله نروح لأوروب إن شاء الله. إن شاء الله. هل يحتفظ يوسف بليلي بأماله لتقمص ألوان المنتخب الأول اعتبارا من الاستحقاقات القارية القادمة؟ نظن أمل سعيدة راني نخدم أنا باش نروح ليك الناسيونال، ما يعيطوليش نزيد نخدم أكثر أكثر وباش نلعب الناسيونال إن شاء الله. يوسف بليلي، اللاعب الجزائري الناشط لنادي الترجي الرياضي التونسي متصدر الدوري التونسي المحترف، نشكرك جزيل الشكر. سلمك.